تناثرت الكلمات بين الحضور في أمسية جسدت القيم الرفيعة والمواقف المستلهمة من حادثة الإسراء والمعراج خلال احتفاء سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. هذه المناسبة التي أسري فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى القدس الشريف، ومن ثم عرج للسماوات العلى، وذلك تخفيفا لآلامه وأحزانه في عام الحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن إخواننا في فلسطين وفي القدس الشريف، وأن يجعل يعني المسلمين دائما في نعمة وأمان. بالتنوع والثراء المعرفي امتازت فقرات الحفل، وذلك من خلال اللوحات الإنشادية والتمثيلية التي حملت عنوان أرض الإسراء، بالإضافة إلى تقديم قصائد شعرية عبرت عن القيم والأخلاق التي تزخر بها هذه المناسبة العطرة. جسد هذا الحفل في هذه المدينة التاريخية القيمة الإيمانية في نفوس الناشئة، ولما لهذه المناسبة من دلالة بالغة في ترسيخ القيم الإيمانية والتاريخية في نفوس المسلمين عموما، وليتذكر العالم الإسلامي أبعاد هذه المناسبة الجليلة لا شك في هذه الأيام التي يعيشها إخواننا في فلسطين. هذا الاحتفال قدم نقلة نوعية في الفعاليات التي تقدمها الوزارة، والفقرات التي قدمت كانت فقرات دقيقة، قدمت نوع رائع جدا من المحتوى الذي يجب أن يصل إلى الناس. وأيضا لا ننسى أن هذا الاحتفاء مقدم ومهدى إلى إخواننا الذين يرابطون الآن في غزة في فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر. أوبريت أرض الإسراء كان مسك الختام لحفل ذكرى الإسراء والمعراج الذي جاء بهدف غرس القيم الإيمانية في قلوب المسلمين لتكون واقعا لهم ومستقبل. هكذا احتفت سلطنة عمان مع دول العالم الإسلامي بمناسبة الإسراء والمعراج في ليلة تزينت بالنور والإشراق بإحياء ذكرى المسرى العظيم لخير البشر عليه الصلاة والسلام. بشاير بنت حمد الشحية، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.